قرر امبارح البنك الدولي بتعليق برنامج مستقبلي مع تونس، يعني انه البرنامج الحالي اللي هو موجود اليوم مش على استكماله. كيف اذا كان ثم التمويلات مبرمجه وتمت الموافقه عليها باش تتم التمويلات هذه، لكن ما عادش مش نجمو نشوفوا برامج جديده يقع نوافق عليها، لانه الموافقه تتم عن طريق عقد مجلس اداره البنك الدولي، واللي هو ثم اجتماع كان مقرر نهار 21 مارس لكن تم تعليقه الى جل غير مسمى، وبالتالي خاصه فيما يخص الاستراتيجيه 2025 في الوقت الحاضر مش تكون معلقة وقتياً إلى أن يتم حل الموضوع هذا. في الحقيقة هذا ينجم يأثر سلباً من برشا نواحي. أولاً هذا يمكن نتبعه زاد المؤسسات المالية الدولية الأخرى، لأنه كما البنك الدولي هو يحارب التطرف ويحارب العنصرية اللي للأسف استقرات التصريحات بلاغ للزعيم رئيس الجمهورية على أنه عنصري، بتروح حتى صندوق النقد الدولي ينجم يأخذ ما نقولوش لنفس القرار لكن يأخذ في عين الاعتبار، كيف حتى مؤسسات مالية أخرى. الحاجة الثانية أنه البنك الدولي هو ممول مهم لتونس في برنامج التمويل الخارجي لتونس. البنك الدولي ديما كان حاضر، أعطى رقم 1.2 مليار دينار مبرمجين في ميزانية 2023، ديما في التخطيط الميزانية 24 و25 تدمش يكون مهم. وكي نحكيه على أنه البرنامج وقف مع البنك الدولي في الوقت الحاضر، هذا يعني أنه ربما تكون عندنا صعوبات في تعبئة الموارد المالية حتى باش نمشيو بها نتفاوضوا بها مع صندوق النقد ولا برامج التمويل متاعنا. إذن الحقيقة التداعيات نتاعو سيئة برشا في الوقت الحاضر، ويلزم دبلوماسية تخدم مليح في المدة الجاية باش يتوضح حقيقة الموقف التونسي. رينا بداية إجراءات في بداية الأسبوع، يلزم توا إجراءات دبلوماسية، يلزم يقع إثبات النية فقط هي مش معناها كما تفهم عنصرية، لكن تم أساسا جانب أمني وجانب أنه ما يصيرش عملية التجارة بالبشر اللي هي موجودة فعليا، باش على الأقل نرجعوا العلاقات مع البنك الدولي اللي وراها زاد علاقات مع المؤسسات الدولية الأخرى.